رحنا شلحنا من رجلينا مثل البشر وما نفعت معهم إلا بدهم يطلعوا. لك محمد هدول هنن هيك عاداتهم، خلص بقى. لك بتقلهم تصبحوا على خير وكأنه عم تضربهم على راسهم. أنا ما أخذت على خاطري يا ابني، يعني الخانم بتكون زعلانة على ابنها من شان هيك هي حملت حالة وراحت. خلص بابا مشان الله، شفتهم شلون عم يطلعوا؟ ما أنا عاجبينهم. شفتي ما أحلاهم رفقاتك؟ تصبحوا على خير. لا تفكري بشي سيء يا خديجة، احكي لي لشوف بشو صافني وعم تفكري. يعني بشو رح فكر أخي؟ الشغلة اللي بتصير بلا إذن نهايتها كمان رح تصير بلا إذن. شو ما شفت أمه لصهرنا حتى ما كلفت خاطرة تطلع بوشنا، وهي العريس بعد يومين عم يرجع على البيت وهو سكرها. آخ يا رب دخيلك، نحنا شو عاملين ومين ضارين لحتى هيك عم تصير فينا يا ربي. شلنا من سيرة أهله للولد، بس البيت كان كتير حلو محمد، بس تياب كلتون ما عم بتليق بهداك البيت، يعني نحنا لازم نشتري له شي جديد. ما ولك سهر، خلصنا انت والبيت بقى. دخيلك امتى عم تنبهني وكأنه ما ضل تفكيرك معلق بهداك التلفزيون المسطح. ايه خلص محمد، كلياتنا عم نفكر بالشي اللي شفنا، بس لأنه أنا اللي عم عبر عم تقوله عيب. يعني هلأ فهمني، انت ما بتحب تعيش بهيك بيت حلو مثل البيوت اللي فوقه على راحتك؟ يعني هيك ويكون عندك سيارة وكمان عندك تلفزيون مسطح، يعني طيب خلص خلي شو ما كان يكون، المهم كلتون مبسوطة. يعني إذا تضايقت شوي بتطلع بتقعد بحديقة بيتها، وإذا بتطلب من زوجها رح ياخدها للمكان يلي بدها اياه. يعني الواحد إذا بيتمنى إنه يعيش هيك حياة حلوة، ما بعرف يا ترى عيب أتمنى هالشي محمد؟ بكره كل شيء رح يكون احلى صدقيني. انا مصدقتك. استنى، والله لابقت لك كتير محمد، انت هلأ صرت الشوفير الخاص لأم الأستاذ لافاند، ما هيك؟ كان لازم تخبرني من امبارح. بصراحة حبيت أعمل لك إياها مفاجأة. لك لو إنك تحط الطاقية وتحلق دقنك شوي والله بتطلع أحلى. خلاص مشان الله سهر، شو بدك تبهدليني؟ إيه معك حق، هيك رح يبين عليك إنك الشوفير تبعها، أما هيك فمبين عليك إنك صاحب السيارة الحقيقي. عن جد؟ بس يخلص شغلك رح تطالع مرتك مشوار، ما هيك؟ لا مشان الله دخيلك، اصلا كل اللي اجى على راسنا كان من ورا مشوار. الف مبروك على اغلب شغل جديد. ايه عم بشتغل، ما رح اقدر اوصلك، لا تروحي الباص عليكي. روح الله يوفقك حبيبي. يلا دير بالك. يا رب. شش اسمعي، انا رايحه لعند كولفيدان. ايه يا دوب تقدر تريحك وتخليكي تحكي. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهده المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الاخطارات لتكون اول من يشاهدها.